الجريمة تمت في منزل المتهمة، وطبقا للسادة في تقرير المعمل الجنائي بعد المعاينة اتضح ان في عدة طلقات وجهت للمتهمة موكلتي سابقة على الطلقة التي اودت بحياة المجني عليه، كما ان السلاح المستخدم والمثبت في محضر الضبط بيد موكلتي اتضح ان عليه بصمات اخرى اثبت الطبيب الشرعي انها للمجني عليه. يعني الحكاية كلها دفاع عن النفس. سيد الرئيس، السادة المستشارين الأجلاء، السيد الزميل أبدى دفاعه عن المتهمة، ولكنه نسي أن المتهمة اعترفت في تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان معقد زياراتها في أوقات مختلفة، وذلك لكونه مدير الملهى التي تعمل به المتهمة. سيد الرئيس، سيادة القاضي، إذا نظرنا إلى ملابسات القضية بل إذا دققنا النظر فيها سنجد إن الجريمة معكوسة، الوضع كله معكوس، القتيل مش ضحية، ولولا أن روحه صعدت إلى بريئها لكان مكانه الطبيعي وراء هذا القفص، ولوجب إعدامه بدل المرة ألف هو وأمثال المنطق كتير. في زمان جملة بتقول كل ما تتزنى اقلع، فعلا مع الوقت مبقاش نتكسف من حاجة ولا من حد، بقى الواحد فينا كل ما يتزنق يقلع، يتزنق في فلوس في مصلحة، يتزنق في نفوذ في سلطة في كرسي، يقلع يقلع هدومه ويقلع ضميره ويقلع حتى دينه، مبقاش يفرق معاه ساعتها انه بقى مرض، لانه فاكر انه هيتدارى بالحاجه اللي قال عشانها كل حاجه، مع اننا تقريبا بقينا كلنا مرض، واذا ما كناش كشرفاء، اذا ما كانش شرفاء اللي لسه شرفاء لسه بني ادمين هيوقفوا قصاد الناس التانيه دي ويضربوا على ايديهم بايد من حديد ويدافعوا عن نفسهم قدامهم، يدافعوا عن ادميتهم عن عقولهم عن انسانيتهم، اذا ده ما حصلش المجتمع كله هيضيع، ساعتها هيبقى المجتمع كله عايش جوه كباريه كبير. لذا التمس من عداله المحكمه تغيير الوصف والضبط المقدم من النيابه من قتل مع سبق الاصرار الى قتل عن طريق الخطا دفاعا عن النفس. معالي المستشار، جاء باقوال الشهود وثبت ان المتهمه كانت تقوم بتهديد المجني عليه امامهم جميعا ولا اكثر من مره، حصل يا رمانة ولا ما حصلش؟ رد يا رمانة. سيادة القاضي، انا بعترض على هذا الاتهام الموجه من النيابه. اعتراضك مرفوض يا استاذ. اتفضل. انت يا رمانة، انت هديت المجني عليه ولا لا؟ حصل يا باشا. الحكم بعد المداوله، رفعت الجلسه. ليه يا رمان؟ ليه؟ بتنتقمي من مين؟ بتنتقم من الشر اللي بقى معشش فينا يا خبيث. أنا جيت لك كتير عشان أشوفك. وأنا خلاص ما بقتش عايزة أشوفك. ده ابن رمانة. ما تخافش يا خميس، مفيش حد غيري وغيرك يعرف انه ابنك. انا عايز كل الناس تعرف. احنا ما نستاهلوش. انا مستنيه.
مستنيه ليه يا خميس؟ عشان تغرسه واستجوى مزاج الخير بتاعك؟ انا مش عايز غيره من الدنيا. ده شايل اخر نفس فيا. هيزيح من على صدري بلاوي كتير عملتها. خليني امسح بيه ذنوبي واشطف روحي جواه. لا يا خميس، مش هتشوف. مش هشوف قد ايه؟ ده ابن رمانة. اثبت انه ابنك وبحارب عشانه. اخده بالعافية يا رمانة، اخده بالعافية. محكمة! اقعد يا فندم. اقعد يا استاذ. بعد المداولة والاطلاع على الأوراق ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة رمانة السيد علي بالسجن المشدد 15 سنة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي.